صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذه. قبل ما غادي نبدا هذا الفيديو هذه، بغيتكم تكثروا لي من الاعجاب من الاعجاب من الاعجاب، وتخلوا لي التعليق الزوينه ديالكم. حيت بصح هذا الفيديو هذه بزاف منكم، ماشي بزاف، بزاف منكم اللي كانوا كيتسناوها، وهي انقاص الوزن. كيف ما كتعرفوا البنات، كنت خليت لكم في القناه الثانيه سناء عبدو فاميلي، اللي باقا ما شاركتش فيها غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تما كنشارك معكم حياتي يعني العائليه. دونك قلت لكم غادي نبدا الريجيم، او غادي نبدا واحد البروغرام ديال يعني الانقاص في الوزن. بلا ما نكذب عليكم البنات، انايا انا لقيت راسي انايا داخله في السمنه المفرطه، ماشي انقاص الوزن، يعني ماشي يعني غادي نطيح واحد الخمسة ولا 10 كيلو ولا شي حاجه، لا، ولكن عندي واحد تقريبا واحد الوزن اللي خاصني تقريبا واحد 40 كيلو اللي خاصني نطيحها. البنات 40 كيلو اللي خاصني نطيحها، وقلت ان شاء الله غادي يعني نوريكم البروغرام كامل ان شاء الله وبحول الله، ونوريكم حتى لي برودوي اللي كناخذ وكل شيء. مهم اليوم راه اول نهار ليا في الريجيم، راه ديجا بديت وكل شيء. اختكم راه باقا ما واكلت حتى شي حاجه، وما غادي ناكل حتى شي حاجه، فعلا حتى شي حاجه ما غادي ناكلها لمده 4 ايام. يعني هاد 4 ايام هادي صف هكا اللي هكا لي برودوي اللي غنوريهم لكم دابا واللي غادي نشاركهم معكم دابا، ما كاين لا ماكله لا حتى شي حاجه من غير الماء وهاد لي برودوي هادو. بزاف منكم كنتو كتقولوا لي وقتاش تبداي معنا الريجيم، وقتاش تبداي معنا الريجيم، وقتاش تبداي معنا الريجيم. انا ما نكذبش عليكم، جربت بزاف ديال الوصفات، بزاف ديال الوصفات اللي جربت، شحال من حاجه جربتها ولكن بدون فائده. الوصفات طبيعيه فيهم يعني كيعطيو ديال انقاص الوزن، يعني كيعطيو واحد المفعول اللي زوين، ولكن بالنسبه للبنات اللي عندهم مثلا عندهم واحد الوزن اللي تقريبا واحد 2 3 كيلو اللي يقدروا يطيحوه. اما تقولوا لي البنات 10 كيلو الفوق، راه ما يمكنش الوصفات يحيدوهم، وانايا كنعرف اشنو كنقول، ما يمكنش. ولا بحال مثلا عندكم في الوزن ديالكم 50 كيلو، كديروا دوك الوصفات باش ما تزادش فيكم في الوزن، يعني اي حاجه كليتوها ولا شي حاجه دوك الوصفات كيحرقوا لكم دوك الدهون، يعني ما كتزيدوش على داك البوا ديال مثلا 50 كيلو. ولكن بالنسبه ليا انايا غادي نوريكم، غنطلع فوق الميزان وغادي نوريكم شحال انا كنوزن، اللي فعلا ملي شفت انا الوزن ديالي، انا كنت كنقول ربما عندي قده وقده، ولكن ملي شفت الوزن ديالي صافي تحديت نفسي كيف ما تحديت نفسي، ودرت الوصفه ديال الكلف والحمد لله، وصبرت ويعني وكابرت كيف ما كنقولوا، والحمد لله ما بقى فيا لا كلف لا حتى شي حاجه. كذلك ومثال غادي نصبر ان شاء الله وبحول الله، طلبوا معايا دعوا معايا الله يصبرني باش نبدا هاد يعني باش نكمل هذا الريجيم هذا ديالي بخير وعلى خير. حيت فعلا قاصحه شويه، قاصحه بزاف ما نكذبش عليكم، قاصحه بزاف، ولكن انا بغيت نحفزكم وندير فيكم واحد النفس بالنسبه للبنات العيالات الرجال اللي غلاطين وتيقولوا لا صافي ما عندناش مثلا امان اننا مثلا نضعفوا من غير عمليه نديروا الشفط ولا هذا. لا، جبت لكم البنات واحد البروغرام اللي هو زوين بزاف وغادي تشكروني عليه، وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى غادي نوصل للبوا اللي انا بغيت. كيف ما قلت لكم خاصني نطيح 40 كيلو. وكذلك كنوجه واحد التحيه كبيره لواحد الكوتش اللي غادي تكون معايا انايا في هذا البروغرام هذا من الاول حتى الاخر ديالو، اكيد غادي نخلي لكم نيمو التليفون ديالها هنايا في الشاشه، وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف. اللي ما كيعرفش شنو صندوق الوصف غادي نخليها لكم هنايا الفوق في الشاشه، باش يعني من الاول حتى الاخر، باش اللي بغى يسكريني التليفون ديالها يسكريني التليفون ديالها. دونك بلا ما غادي نطول عليكم بلا حتى شي حاجه، بزاف منكم عاوتاني كنتو كتقولوا لي ما يمكنش اجودي انك ديري زعما تحبسي الماكله، انك ديري ريجيم. حيت بصح كنت نقول لكم وكنرجع، كنقول لكم غادي ندير ريجيم وكنرجع، ولكن ديك الساعه انا راه كندير الوصفه الطبيعيه، ولكن مادام ما عطاتنيش واحد المفعول ما غاديش نبارطاجيها معكم، اكيد ما غاديش نبارطاجيها معكم. فداك الشيء علاش تقولوا لي نتوما ما يمكنش انك ما تديريش، ما يمكنش ديري الريجيم. المهم لا، اليوم كنقول لكم انايا بصح بديت الريجيم ديالي، وان شاء الله في ظرف تقريبا شهرين ولا 3 شهور يعني غادي تبدل الحياه ديالي، غادي يعني غادي نقص الوزن الزائد ان شاء الله الا بقينا في الحياه.
وكذلك كذلك كذلك حاجه اخرى، ديما تكون المعنويه ديالكم طالعه، ماشي حيت غليظه غادي تقول لا انا ديما سوا غليظه سوا رقيقه سوا وجهك فيه الحبوب سوا وجهك ما فيهش الحبوب الكلف، حيت بزاف منكم كيدخلوا عندي ويقولوا لي جاتنا حاله اكتئاب داكشي حيدوه من بالكم. انا ما خلاو باش عيروني، ما خلاو قالوا البقره، ما خلاو قالوا الهيشه، ما خلاو ما قالوا، ولكن هادي خلاشي اللي عطاني الله سبحانه وتعالى ماني ما ندير. واحد الانسانه عزيز عليها الماكله، عزيز عليها تهلا في راسها، تخرج تاكل، تمشي لهنا تمشي لهنا، المهم نهار اللي فقت وعقت براسي ما انا غادي نزرب على راسي. المهم بلا ما غادي نطول عليكم، بغيت نشارك معكم لو بوكس او هذا لو كوفر هذا او لو بوكس هذا ديال ديتوكس ديال فوريفر، كيف ما كتشوفوا اللي غني عن التعريف ما يمكنش انكم ما تعرفوهش، تقدروا تكونوا تعرفوه ولكن ما كنتوش كتزعموا عليه بحالي انايا. انايا هاد فوريفر هاد الديتوكس هذا كنت ديما كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كانت كتشجعني عليه اختي نبيله كتقول لي راه زوين غير توكلي على الله ديري ديري ديري. ما نكذبش عليكم، تنقول ياك ما عندو شي اضرار ياك ما هادي ياك ما هادي، ولكن الحمد لله ما فيه حتى شي اضرار. قريت عليه يعني بيو بدون مواد حافظه، يعني فيه حتى هو يعني هذا كله مكملات غذائيه، يعني بروتينات الفيتامينات كلشي كلشي المغنيسيوم جميع الانواع ديال الفيتامينات داكشي اللي كناكلوه في الحياه ديالنا اليوميه، وربما في الحياه ديالنا اليوميه كناكلو شي حاجه اللي ما كتجيش مع الدس ديالنا، كناكلو شي حاجه اللي كتزيدنا في الوزن، ولكن هذا يعني كل شيء طبيعي 100% وكل شيء صحي بالنسبة للصحة ديالنا، يعني إلا دخلت شي حاجة للذات ديالنا إلا ولا صحية 100%. مهم هاد البوكس هذا كنت خديته من عند أسماء فوريفر، كيف ما قلت لكم غادي نخليها لي نخلي لكم نيمو التليفون ديالها هنايا في أعلى هنا في الصورة في الشاشة ديالنا هذا، اللي صراحة واحد الكوتش اللي واعرة 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 بزاف. أنا قبل ما نكذبش عليكم قبل ما ناخذ هاد الباك هذا يعني هضرت معاها في الواتساب، ويعني وراتني تصاور وراتني فيديوهات، ما نكذبش عليكم حفزاتني زدت حفزاتني، كنت متخوفه واحد 50% كنقول غادي نديرو و 50% كنقول ما غاديش نديرو، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ديالها هي، انا كنأكد عليكم وكنسطر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ديالها هي اسماء سمحوا لي ما نكذبش عليكم، طلعت لي المعنويات حفزاتني كتقول لي غير صبري غادي تلقايني في جنب من بكره، ماشي غادي نعطيك هاد الباك هذا وغادي نتخلى عليك، لا ماشي بحال ما غاديش نذكر انايا لي سيت ولا هذا، ماشي بحال وحدين اخرين كيبيعوا لك هاد الباك هذا ولكن ما كيوريوكش كيفاش الطريقه، ولو انهم يوريوك الطريقه كيفاش خاصهم يتبعوا معاك من الاول حتى الاخر، راه حيت هاد النقطة هادي مهمة ومهمة بزاف، أنك تاخذ واحد لوك باك من واحد البلاصة كتجي كتجيو للدار تقدر مرة ديرو تقدر مرة ما ديروش، يومين ديرو نهار الثالث ما ديروش، هي كتبقى متبعة معاك قسما بالله. البارح في الليل صيفطت لي البروغرام كامل، واليوم الصباح عاوتاني كي فقت هضرت معاها سيغ بلاص كتجاوبني، يعني كنصيفط لها ميساج قالت لي إلا ما شفتوش في البلاصة صوني عليا أنا إن شاء الله معاك حتى توصلي داك الوزن اللي انت بغيتي توصلي ليه وداك الوزن اللي بغيتي طيحي، وماشي غير معايا انايا راه مع الناس كاملين اللي كتعامل معاهم بهاد الطريقه هذه، وتبارك الله راه كاينين بزاف بزاف ديال الناس اللي كيعرفوها اكيد. مهم كيف ما قلت لكم غادي نبدا اول حاجه، مهم هاد الديتوكس هذا غنقول لكم من اش يتكون، انا ديجا حليته البارح حيت اليوم في الصباح بديت به، فيه جوج ديال هاد لي بيدون هادو ديال الالوفيرا هانتوما، هادو غادي يديو ليا المدة ديال 9 ايام، ولكن غادي تبقى ليا شي حاجة غادي نكملها. كاين هاد الفوريفر فايبر، هاد الفايبر هذا هادو دي ساشي هاهوما كيف ما كتشوفو، يعني كلشي طبيعي، راه منقدرش ندير انا شي حاجة اللي ماشي هي هذيك وما عرفهاش شنو المكونات ديالها ولا هذا، غير زعموا البنات عاود تخسروا فلوسكم هنا وهنا وهنا، اللهم دقه بطله. وهذا هاد الفوريفر اكتيف بروبي، هادو دي كابسول، انا غادي نحاول نوريكم كل حاجه باش تاخذوا فكره وصافي. ها انتوما هادو دي كابسول، هادو كلهم عندهم دور
عن الجسم ديالنا كيف ما قلت لكم فيتامينات الياف معادن كلشي كلشي كلشي. وهذا لايت هذا الساشي هذا اللي صراحه جربته انايا دابا ما نكذبش عليكم هذا هو الوجبه الرئيسيه في النهار كامل كيتخاد مع 12 النهار. هذا هو اللي ما كيخليكمش تحسوا بالسوء بالجوع ما تجيكمش ديك السخفه يعني كل واحد والدور ديالو كيفاش. انا ما نكذبش عليكم ما غاديش نقدر نشرح لكم اكثر ما كتشرح لي ما غاتشرح لكم اسماء. اللي مهتمه كيف ما قلت لكم اللي مهتمه تمشي وتتصل بها اللي عندها الوزن الزائد ماشي بالضروره تشوفوا الوزن ديالي انا يا عاد تاخذوا هذا يعني من كل وحده وعلى حسب البوان اللي بغات تنزل هي اللي غادي تقول لكم شنو غادي تاخذوا له وشنو ما غاديش تاخذوا. وغادي ان شاء الله غادي تشكروني عليها بزاف 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 البنات. وصراحه هذا الفيديو هذا بغيتكم تبارطاجيوه واللايكات البنات اللايكات ما تبخلوش عليا باللايكات حيت فعلا كيف ما كنجيب لكم انا وصفات طبيعيه وكتشكروني عليها كتقولوا لي يا جودي الله يسهل عليك نفعاتني وجهي كان معقدني شعري كان كيطيح ليا وتبعتوا الوصفات ديالي ورحمتوا لي الوالدين عليهم حتى هذه غادي ترحموا الوالدين غادي ترحموا لي الوالدين عليهم هذا الديتوكس هذا ديال فوغيفر ما نكذبش عليكم زوين بزاف وديجا عندي عليه فكره ما نكذبش عليكم حيت حتى خويا كان كيديرو ولكن احنا غادي نرجعوا لواحد النقطه. انا خويا شراه من على برا جا تقريبا واحد السيمانه صافي طلع ليه الدم. علاش؟ حيت ما كاينش واحد الشخص في جنبك اللي كيحفزك. دابا انا يا اسماء كل ساعه رد معايا البال ديري هذه عندك تنسي هذه خاصك هذه مع الساعه الفلانيه ديريها الا كنتي غاديه تخرجي مثلا قوليها ليا الا كنت غاديه نخرج خاصني نعلمها الا مثلا الا كان كذا والدار هكا غادي يخرجوا يتعشاو ولا يتغداو في شي بلاصه ولا شي حاجه ما غاديش نحرمهم. قالت لي انت ما تحرميهمش وما تحرميش حتى راسك الا هاد 4 ايام الاولى. كيف ما قلت لكم 4 ايام الاولى هي اللي ما ناكل فيها ما نشرب فيها. علاش 4 ايام الاولى؟ حيت انا عندي وزن زائد يعني كيف ما قلت لكم داخله في السمنه المفرطه. ولكن وحده اخرى يعني بغات طيح غير شي شويه ولا شي حاجه واحد 10 ولا 15 كيلو غادي دير فيها غير يومين ديال يعني غير يومين اللي ما غاديش تاكل فيها. المهم كيف ما قلت لكم مني خويا السيمانه قلت لكم هذا يعني دار هاد الديتوكس هذا وعطى واحد المفعول زوين زوين في سيمانه عطى مفعول زوين ولكن من بعد صافي رجع للور ما كذبش عليكم رجع للور. وبالنسبه لحاجه اخرى انا نسيت ما كملش معكم الهضره قالت لي فاش تكوني خارجه علميني باش نقول لك شنو تاكلي. يعني ماشي اي حاجه غادي ناكلها ماشي اي حاجه نقول الدنيا هانية ماشي مشكل انا راه كندير هاد الديتوكس هذا ناكل اي حاجه لا ياكلوا هما اللي بغاو وانا ناخذ داكشي اللي غادي تقول لي الكوتش ديالي. دونك هنايا كنظن انني عطيتكم واحد الفكره شامله اللي اللي بغات شي سؤال ولا شي حاجه كيف ما قلت لكم راه الكوتش اسماء هي اللي غادي تجاوبكم على جميع هاد الاسئله هذه. اللي عندها شي مشكل هي اللي غادي تجاوبكم ماشي انايا حيت انايا الفكره محدوده على هذا الشيء واخا يعني يكون عارفه بزاف ديال الحوايج ما غاديش نشرح لكم اكثر ما غادي تشرح لكم هي صراحه الله. دونك الله يقدرني والله يقدركم حسن نتوما. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الوزن الزائد تنقول لكم ما تستسلموش نوضوا وحفزوا ريوسكم وقولوا لا خاصنا نديروا واحد الحد باش حنا يكون عندنا تكون عندنا فورمه زوينه صحيح تكون صحتنا ابر فورمه تكون صحتنا مزيانه وليداتنا باقيين صغيرين يعني محتاجين لينا. انا كيف ما قلت لكم في الفيديو في القناه الاخرى انا قدامي وبديت كنحس بهم بداو كيضروني يعني مادام قدامي بداو كيضروني شويه غادي يوليو الكابيه يضروني شويه غادي يولي هنايا السمطه ديالي كضرني الدار ديالي كيضرني. يعني قلت هنا ستوب خاصني ندير شي حل لراسي والحمد لله والشكر لله. انا يا بديت وان شاء الله غادي نكمل معكم وان شاء الله دوز غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونوريكم ان شاء الله طريقه كيفاش غناخذ هذا الشيء وداك الشيء. ايوا صافي بالنسبه للوصفات غادي نبقى ندير لكم ان شاء الله الوصفات ولكن ما غاديش نبين وجهي بصفه نهائيه حتى دوز تقريبا هذا 15 يوم هذا باش تشوفوا نتوما الفرق تشوفوا الفرق دابا وتشوفوا الفرق من هنا 15 يوم ان شاء الله. دونك هنايا غادي نوض نجيب الميزان وغادي نتعبر قدامكم وغادي تشوفوا شحال فيا ومن بعد
كيف ما قلت لكم واحد 15 يوم غادي نعاود نتعبر عاوتاني وغادي تشوفوا شحال نزلت. ردوا معايا البال غادي تشوفوني شحال تعبرت. بغيتكم تسكرينيو ولا تيليشارجيو الفيديو اللي بغيتو تشوفوا شحال فيا في لو بوان، وبغيتكم من بعد 15 يوم ان شاء الله تشوفوا شحال ولات فيا. المهم خليكم معايا وندوزو نتعبروا. ها انتما كيف ما كتشوفوا انا غادي نطلع نتعبر قدامكم. ها انتما يا بسم الله باش عرفوا شحال فيا ديال الوزن. شحال عرفت سمك عبدو؟ 127 127 و900 يعني تبارك الله 127 و900. كيف ما قلت لكم خاصني نطيح 40 كيلو باش تكون فيا ديك 84 85 حتى 90 ماشي مشكل. كيف ما شفتوا الوزن ديالي شحال فيه؟ بعض منكم غادي يقول واو بزاف ما غاديش تقدر تطيح، فيكم اللي غادي تقول تقدر تطيح، وفيكم اللي غادي تقول كيف ما كانت عندها العزيمه والصبر ملي تحس الوجه ديالها كذلك غادي تكون عندها العزيمه والصبر باش تطيح الوزن الزائد ديالها. دونك بغيت نوريكم حاجه اخرى. هذه القريعه هذه كتجي مع هذا الباك هذا، هنا فين كتخلطوا البرودوي ديالكم وتشربوه، وتقدروا نيش كتخرجوا ديروا لا مارش ولا شي حاجه تشربوه. حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لي مهمه ومهمه بزاف، ضروري مع هذا الديتوكس هذا على الاقل 30 دقيقه كل نهار. 30 دقيقه راه تشوفوني دايره انا يا الدراري شعري راه دوشت، عاد جيت شاركت معكم لا فيديو هذه درت هنايا غير هنا في الدار، درت في شين يوتيوب درت الكارديو 30 مينوت وعرقت مزيان مزيان ودخلت دوشت. عندكم الحق يعني ديروا لاصال تمشاو، المهم 30 دقيقه غير مشي. بغيتو ترينيو ترينيو. وحاجه اخرى عاوتاني عطاوني معاها جاني معاه هاد 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 السونتيم هذا اللي نقدر نعبر به وكل شيء، وهاد الكتاب هاد الكتيب هذا فيه جميع المعلومات، جميع المعلومات كاينه في هاد الكتاب هذا. دونك شي حاجه الف مرحبا. وحاجه اخرى اللي بغات تعرف اكثر واكثر كيف ما قلت لكم التليفون هو ديال اسماء هو الفوق، دخلوا واحد السيده الله يعمرها دار غادي تعطيكم الوقت الكافي ان شاء الله ديالكم. اللي مشات لعندها تقول لها من طرف جودي وتشاوروا معاها واستشروا معاها وان شاء الله غادي يعجبكم الحال كيف ما عجبني انايا. دونك هنا بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فريوسكم والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.